بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على المبعوث رحمة العالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صلي وسلم على رسول الله. هذه عائلة حصل بين الأم والأب فراق، أحيانا تحدث المشاكل لكن أبغض الحلال إلى الله الطلاق. أهل الرجل في نجد هنا، وأهل المرأة في الطائف. فذهبت المرأة وكان لها ولد عمره تقريبا 9 سنوات 10 سنوات، فذهبت إلى أهلها في الطائف ومكثت عندهم فترة إلى أن بلغ سن الولد تقريبا 17 سنة. وكان في اتصال بين المرأة وأهل زوجها، عمات الولد وأيضا قاربه وعمانه أيضا يأخذون المعلومات من زوجاتهم وبناتهم عن هذه المرأة وعن ولده. فجاء يوم من الأيام بعد أن بلغ سنه تقريبا 17 سنة، فزهم عليه واحد، سلام عليكم السلام، في التلفون البيت طبعا ثابت، كان ثابت. فزام عليه السلام عليكم السلام، أنت فلان؟ قال نعم. قال أنا عمك فلان. قال الله يحييك يا مرحبا. قال حنا جايين ناخذ عمره وودنا نمر نسلم عليك. يعني هو في مكة؟ هو لا، هو في الطائف. في الطائف، حلو، في الطائف. قال الله يحييكم، برك الساعات، أجل تعالوا تغدوا عندي وتيسر الله يسهل عليكم. والزوجة رايحة الرياض. ها؟ رايحة الرياض الزوجة. الزوجة بالطائف. الزوجة بالطائف مع ولدها. مع ولدها. المهم رحب الولد بعمانه وجاء من بكرة الساعة 11 جو عنده. وصف لهم طبعا ما بعد جت المواقع والعلم قال جوجل وما جوجل. فوصلوا إليه الساعة، طبعا راح وبلغ أمه. قالت هذه 500 ريال. راح اشتري لك ذبيحة وحطها عند الطباخ، أكل مع عمانك، بيض الله وجهه. يقول راح شرى ذبيحة وحطها عند الطباخ. يوم اتجه إلى عمانه راح قهواهم عين خير واستقبلهم وفرحوا بشوفته وفرحوا بشوفتهم. يوم جت الظهر صلوا جميع، جاء عقب الصلاة قال بروح أجيب غداكم. يوم راح اتجه إلى المطعم، إلى المطبخ، وجد المطبخ عليه الشمع الأحمر مغلق. فناظر ولد في عمره 17 سنة حقيقة توه تمر عليه بعض المواقف هذه، فارتبك. وش اللي صاير؟ راح محل جنبهم، وش اللي صاير يا أخوان؟ قال والله جاء البلدية الساعة 10 وجدوا عليه مخالفات وقفلوه بشمع الأحمر. يمكن هم أنذروه مرة مرتين ثلاث. إنا لله وإنا إليه راجعون. وش الحل؟ وش السوات؟ هاي والله المشكلة. فيا جماعة الخير وش السوات؟ قالوا فيه مطبخ قدام شوي، راح لعلك تلقى فيه حاجتك. راح المطبخ ودخل عليهم، يا جماعة الخير تكفون، لا مع دراهم ولا مع شيء، وأمورهم المادية الله أعلم بها. فاتجه المطبخ، يا جماعة الخير أنا والله أنا حطيت لي ذبيحة عند المطبخ الفلاني وسكروا البلدية، والله ما الحقيقة فزعولي يعني. قال والله ما لا أنا أعرفك ولا تعرفنا، والله اسمح لنا، ولا الغداء لو بنسوي لك غداء يبي لك 3 ساعات 4 ساعات. يا لجاويد يا الطيبين، حاول حاول ما في، ولا فيه واحد من كبار السن شايب شرواه وجهه الطيبة. شاب كبير قصدك؟ شاب كبير. ايه؟ شاب كبير مثلنا، شاب كبير. شاب كبير. ايه نعم. فسمع الصوت، سمع الأخذ والعطاء بين أهل المطبخ والشاب هذا. فجأة قال يا ولدي وش عندك؟ سلامات. قال والله سالفتي كذا 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 وكذا، وعماني أول مرة يدخلون علي البيت.
وأول مرة يزوروني. قال أبشر بالعوض، أبشر بالعوض، أنا عندي ذبيحتين وربعي اللي بيجون يعتذر بعضهم، خذ ذبيحة وأكرم ضيوفك وأنا يكفيني ذبيحة. الله يجزاك خير ويا القدرات ويحب، أرحم الله والديك. وطلع حتى اسمه ما أخذه، ما أخذه من الربش، راح وأكرم عمانه وهبها بريحهم وطلعوا من عنده مبسوطين وما شاء الله طرف راسه. يوم راحوا عمانه راح لما قالت له السالفة كذا 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 كذا، وأنا أخذت اسمه، قال والله نسيت مع الربشة ما أدري الحين، أفرجها الله سبحانه وتعالى. قال يا وليدي هذه ما تفوت عليك، المفروض أنك خدته اسمه، هذا يستاهل من يكرم، يستاهل يرد الجميل له. قال والله عاد راحت. المهم مرت على السالفة تقريبا 10 سنوات، تعين الوليد في الرياض هنا وفي أحد المواقع طبعا التابعة للسجون. فما درى يوم من الأيام إلا داخل عليه شايب كبير في السن، شاب كبير على ما قال الأستاذ عبد الله، شاب كبير. فدخل فعرفه الولد، الولد عرفه فما قال شيء. تفضل يا عم إيش عندك سلامات؟ قال والله عندي ولد مسجون في الطائف وأنا أتردد، راح نصف المدة عنه وتردد فيها على ما قال في الدوار التابعة للسجون، والله ما حصلت المطلوب يعني. قال ما يكون خير، اجلس اجلس. يقول ياخذ اوراقه يطلع المديره المباشر ويجي لمه، السلام عليكم السلام. قال تكفي ابو فلان، لو جاك الرجال اللي قلت لك عنه زقص رفيزه هذا في العمل ومديره مباشر، تكفى يا فلان الرجال عندي. قال اكرمه، قال كرم يبي كرم ثاني. قال وش؟ قال هالموضوع ولده مسجون في الطائف ومنتهي نصف المده ويطالب باخراجه وان شاء الله ان العفو قريب ان شاء الله. قال ما عليك العافيه، راح اكرم ضيفك. واعطاه ابن عم قال وماجوب، واعطاه ماجوبه ما يكون له خير. يقول يطمر برئيسه مباشر شروه على وجهه الطيبه ويروح مدير السجن. قال يا طويل العمر السالفه كذا وكذا وكذا وكذا. راح الرجال طبعا خذ الضيف واكرمه وجلسه عنده، قال اني بروح اسكن في فندق، قال لا فندق هنا، ويجلس عنده ويتغدى ويتعشى، وهو طبعا ما سأل رفيزه، ويتعشى عنده يوم جاء من الصباح ويفطر ويصلي طبعا الفجر يصلي وياه واسمها يفطرون سوا ويطلع هو للعمل. يوم جاء رفيزه في العمل طلع مستبشر ووجهه، قال بشر، قال الولد مبرح عند امه البارح على ما قال بالفاكس مرسلينه ومنتهي قراره ومفرج له من البارح وهو عنده هلا. الله يجزاك خير ويرحم والديك ويجزاك ويرحم المعروف ان شاء الله. فسبحان الله العظيم، يعني هل الانسان اللي عمل المعروف شوف ردها له الانسان بعد فتره، وحتى لا اخذ اسمه ولا اخذ عنوانه وما الى ذلك، لكن الله سبحانه وتعالى فرج لهم، فرج له اولا وفرج الله له ابوها الولد ثانيا. اسال الله ان يكون وياكم من اهل الخير. الله يسعدك يا ابو سعود، يبارك فيك. ترى هي فيها عده مسارات القصه، مين مسار واحد. المسار الاول ان الكريم معان، صحيح ان الكريم معان، الله عز وجل يعين الكريم، وهذا الشاب تسهلت اموره. الامر الثاني صله الرحم، لما أراد صلة الرحم وبناء صلة الرحم يسر الله أيضا له الأمر، فهو جمع الكرم وصلة الرحم الآن. ثم الأمر الثالث الوفاء من الناس، رد الجميل. يعني هذا الرجل اللي وقف ما يعرفه ولا شيء، بس فاهم ظروفه، ولو صدقه ما قال والله ما أدري، عن خاف أنه نصاب ولا
لمس في ما اخذ قيمه الذبيحه، ما اخذها ما اخذ اسمه، خلى القيمه الحين انت الاسم ما يدري وشو. المساله مساله انه فيه وفاء جميل موجود، ولذلك لا تحقر من المعروف شيء، لا يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تحقرن من المعروف شيئا ولو انت ان تلقى اخاك بوجه طلق ابتسامتك معروف. ولذلك نحرص على المعروف بقدر ما نستطيع. في نفس الوقت ايضا المؤمن كيس فطن، يعني بعض الناس لا يقول والله المعروف خلاص على اي حال، لا، احيانا يجي من للاسف يستغل هالمسار ويكذب على الناس، هنا لابد ان تكون ايضا انت ذكي.